باهي محمد هادي عبدالهاوي الصحفي بجريده لابريس. الوقفه الاحتجاجيه اليوم هي ضد الرجوع على الممارسات القديمه للتعيينات والتدخل في الخط التحرير. صارت انتخابات في جانفي 2012، انتخبنا على ضوء تم اختيار رئيس التحرير الاول ورئيس التحرير المساعد. كانت تجربه ناجحه اقتداوا بها، نسجوا على منوالها وكالة تونس وفريق الانباء، التلفزه الوطنيه، الاذاعه الوطنيه، وقلنا نحافظوا على هالتجربه الديمقراطيه هذيا ودورينا فون. كل عميل كل سنتين يتم انتخاب رئيس التحرير الاول ورئيس التحرير المساعد حسب قناعات الصحفيين وحسب ما يتم الاتفاق عليه في التحرير. سي منجي غربي مازال له 4 شهور على المنظمة نتاعو، تعب رئيس التحرير اللي رئيس التحرير الاول يعني المنتخب اللي استقال خلينا ما عادش النجم. ونطلبوا تشريك جميع الصحفيين ونطلبوا باش يتقدموا ونطلبوا المحافظه على مكسب من مكاسب الثوره اللي هو الانتخابات اللي تم على ضوءها اختيار رئيس التحرير. رضا معمري صحفي بجريده لابريس. نحن تلمينا لهنا توا ان كوليكتيف دو جورناليست على خاطر متشدفين بمبدا من المبادئ الديمقراطيه. نحن مرينا بتجربه ديمقراطيه شوفوها باهيه اللي هي عملنا انتخابات نتاع رئيس تحرير. نحبوا تجربه نتاع انتخابات تتواصل وتوا تكون تجربه انتقاليه، ما عندنا حتى مشكله مع حتى شخص، بالعكس نحن لهنا في لابريس عندنا برشا صحفيين مشهود لهم بالكفاءه وهم ينجموا معناتها يشدوا ريداكتور اون شيف. يكون عندنا 6 7 8 نجم نسمي لك معناتها برشا زين، ما عندناش مشكل في الشخص شكون يشد، اما على المبدا ماذا بينا يكون عن طريق الانتخابات باش يكون ثابت في موقعه وتكون عنده صلاحيات قويه. اذا كان هذه ما اتتش حكلها وما كانتش النتيجه نتاعها ايجابيه فانه سنمر مباشره للغريف جينيرال. اليورا من غريف جينيرال. بالنسبه لنا في الجمعيه كانت اكثر حاجه دفعنا عليها هي هيئات التحرير المنتخبه في المؤسسات العالميه، لانها الضامن الوحيد لاستقلاليه المؤسسه والضامن الوحيد لانه الصحفيين يمارسوا معناها مهامهم الحقيقيه داخل المؤسسه الاعلاميه وهي التحكم في الخط التحريري والمحافظه على استقلاليه الصحفي وحياه الصحفي. اليوم نطالبوا بالعوده الى المسار الانتخابي واعطاء الكلمه للصحفيين باش يختاروا شكون يترأس التحرير وشكون اللي يسير المؤسسه هذه على مستوى خط التحرير.